بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك أيها النبي الكريم والرسول العظيم الرؤوف الرحيم ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا خير خلق الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا نبي الرحمة السلام عليك يا نبي الأمة السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أبا القاسم السلام عليك يا بشير السلام عليك يا نذير السلام عليك يا طاهر السلام عليك يا طهر السلام عليك يا سراج السلام عليك يا منير السلام عليك يا طه السلام عليك يا ياسين السلام عليك يا ماهي السلام عليك يا عقب السلام عليك يا حاشر السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك يا هادي السلام عليك يا مهدي السلام عليك يا قائد الخير السلام عليك يا فاتح البر السلام عليك يا جمال ملك الله السلام عليك يا نور عرش الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وذريتك وعلى صحابك أجمعين السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين جزاك الله يا رسول الله أنا أفضل ما جزى به نبيا ورسولا عن أمته وصلى الله عليك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وصلى عليك في الأولين والآخرين أفضل وأكمل وأطهر وأعلى وأجل وأعلى وأجل ما صلى على أحد من الخلق أجمعين كما استنقذنا بك من الضلالة وبصرنا بك من الأماية وهدانا بك من الجهالة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك عبده ورسوله وأمينه وصفيه وخيرته من خلقه وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجليت الظلمة وجاهدت في الله حق جهاده وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف وكرم وعلم اللهم آته الوصيلة والفضيلة وابأسه مقام محمود الذي وعدته وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد